الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي إن موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأضافت اللجنة المالية أن أي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تقدر ب 27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط. وأضاف القرعاوي أن وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهرياً خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلاق فلات اقتصادية. قالت السلطات الحكومية إن لديها خطة لاستيراد 750 ألف طن من القمح في العام المقبل. وقال الرئيس الجديد للشركة العامة لتجارة الحبوب حسنين الزبيدي في إن الواردات في نطاق الموازنة مخططة، مضيفا أن الاحتياطات الاستراتيجية من القمح تبلغ 1,200,000 طن وتكفي لمدة 3 أشهر. وقعت تركيا والنيجر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنقيب عن المعادن واستخراجها، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة سيتم تشجيع تبادل المعلومات والمحادثات على المستوى الرسمي والتشاور بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في البلدين. إضافة إلى ذلك سيتم تشجيع شركات القطاعين العام والخاص التركية على العمل في قطاع التعدين في النيجر وإجراء مناقشات وتبادل المعلومات فيما يتعلق باستكشاف واستخراج الموارد المعدنية في مناطق معينة. حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكاد لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسة. وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، حيث ترتفع الأسعار بنسبة 0.9% وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.30%. كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن روسيا تفوقت على اليابان وأصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوى الشرائية. وبحسب بيانات المؤسسة الدولية فقد بلغت حصة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الاقتصاد العالمي بناء على معيار تعادل القوى الشرائية في عام 2024 3.55%، أما اليابان 3.38%. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات الصين والولايات المتحدة والهند تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العالم بناء على هذا المؤشر. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز بأمان الله.